مسألة مهمة، هل الإنسان إذا ذكر الذكر ولم يفهم معناه لكنه ذكره في مناسبته؟ مثال ذلك مثلا روى مسلم في صحيحه إذا دخل أحد، كان النبي إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية من الخبث والخبائث. والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الجن، والخبث أو الخبث جمع خبيث وهم ذكور الجن. هل إذا ذكر هذا الدعاء في مكانه وزمانه الصحيحين لكنه لا يعرف معنى الدعاء هل يثاب عليه؟ قالوا نعم، فإن عرفه كان ألزم وأجمل وأكمل، لكن إن لم يعلمه يثاب عليه أنه يحمى من ويوقى من أذية ذكور الجن وإناثها.